مشروع قانون المالية 2025 يتوقع أن يكون مختلفاً عن سابقيه، إذ أنه يعتبر أول مشروع قانون مالية في العهدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، عهدة يرتقب أن تكون اقتصادية بامتياز نظراً للوعود المقدمة، أبرزها تجسيد 20,000 مشروع استثماري ورفع المنح ومراجعة الأجور، وكذا بلوغ 400 مليار دولار ناتج محلي سنة 2026، وهو ما يتطلب رصد مبالغ مالية هامة. بالنسبة لقانون المالية 2025، هو قانون مالية سيكون قانون خاص، قانون متميز عن جميع قوانين المالية. جاء في وقت السيد رئيس الجمهورية أعطى التزامات وتعهدات كبيرة جدا، ورفع السقف تاع الإنجازات اللي وعد بها الشعب الجزائري إلى أقصى حد. ميزانية 2025 يتوقع الخبراء أن تكون أكبر من سابقاتها بنسبة كبيرة لتغطية النفقات المرتقبة، ليكون بذلك رصد المبالغ المالية أول تحد ستواجهه حكومة الوزير الأول نذير العرباوي. وعليه فإن إحداث إصلاح شامل وسريع للمنظومة الجبائية والنظام الجبائي الذي يعتبر أحد أهم أدوات تمويل الميزانية، كونه من بين سبل المطروحة أمام الحكومة لتجاوز العجز المسجل في الموازنة والمقدر بأكثر من 6,000 مليار دينار جزائري وتفادي تعميقه أكثر. نتكلم على الجبال البترولية، هي محددة في الأسعار والكميات، إذن ما نقدرش نرفع من الجباية البترولية، تبقى الجباية العادية اللي لحد الآن ما تقدرش تغطي نفقات التسيير، إذن إما أننا نزيد نعمق العجز في الميزانية اللي أكثر من 6,000 مليار دينار جزائري، وهذا خطر على الاقتصاد الوطني وعلى المالية على البلاد، وإما أننا نقوم بإصلاح عميق وشامل وسريع للمنظومة الجبائية والقوانين الجبائية والنظام الجبائي اللي اليوم يجب أن يغطي على الأقل نفقات التسيير. عجز في الموازنة وجب تعديله حماية للنظام المالي، تشكيل لجان مؤهلة وإضفاء الرقمنة، وكذا القضاء على البيروقراطية، جملة من المقترحات التي يرى خبراء المالية أنها ستكون خطوة أولى ستمكن الجزائر من تجاوزه وتجسيد وعود الرئيس على مدار 5 سنوات بكل أريحية.